أكيد كلنا سألنا حالنا يوماً ما، يا ترى شو هو الحب؟ شو هو هذا الشعور يلي بيخليك أقوى إنسان بالعالم؟ يلي بيخليك أضعف إنسان بالعالم؟ شو هو هذا الشعور يلي أنت ما بتقدر تنجح ولا عمل بالحياة بدونه؟ ما فيك تنجح بالعلم، بالعمل، بالصلاة، بالعبادة، ولا بأي شيء ممكن تنجح إذا ما كنت بتحبه. خلونا نعرف بهي الحلقة شو هو الحب. بعيداً عن إنه اللي عم يسمعوا هذا الفيديو أغلبهم سناجل، نحن اليوم بحلقتنا رح نعرف شو هو الحب. رح نعرف شو هو هذا الشعور جوا جسم الإنسان. هو مو مجرد شعور. نحن رح نعرفه بطريقة تانية مختلفة تماماً. الحب عكس ما هو متوقع. الحب بيبدأ من الدماغ، ما بيبدأ من القلب. شو اللي حيصير بدماغ وقت نصير نحب؟ وقت الحب رح يفرز الدماغ من الخلايا العصبية مادة اسمها الدوبامين. هذا الدوبامين رح يرفع مشاعر السعادة، رح يرفع مشاعر اللهفة، بالإضافة لأنه رح يحفز مراكز اللذة جوا الدماغ، وهالشي رح يعطي شعور بالنشوة، مشابه تماما لشعور النشوة يلي مناخده من تأثير المواد المخدرة. إذا بدنا نجي لنعرف الحب بشكل حقيقي، شو هو الحب جوا الجسم؟ الحب هو عبارة عن مجموعة من التغيرات الهرمونية يلي رح تؤدي لمشاعر مختلفة تماما عن الشي اللي تعودنا فيه من قبل. بشكل مختصر بس تتغير هي الهرمونات رح ينتج عنا مشاعر جديدة، هي المشاعر هي الحب. مثل كل شيء بالحياة له جانب مشرق، كمان في جانب مظلم ما حدا بيحكي عنه، ونحن بحلقتنا اليوم رح نخبركم عن كل شيء. الحب بصراحة هو عبارة عن ثلاث مراحل. أول مرحلة منهم هي مرحلة الرغبة. شو حيصير بمرحلة الرغبة؟ وقت يتعرف الدماغ على شخص محدد ويصير يحبه، رح يرتفع مستويات الأستروجين والتستوستيرون جوا الجسم. بصراحة بهي المرحلة رح يتدفق كمية كبيرة من الدم لجميع أنحاء الجسم والخلايا والنسج، وهذا الشيء اللي رح يمنح الإنسان طاقة كتير كبيرة. ومثل ما بتعرفوا جميعا إنه الحب بسموه أعمى. طب يا ترى شو معنى هي العبارة؟ بمعنى إنه الإنسان وقت يصير يحب ما عاد رح يقدر يقيم تصرفاته بشكل صحيح، وهذا الشيء ما إجا عن عبث، هذا الشيء له تفسير علمي رح نحكيه هلا. وقت الإنسان يفوت بمرحلة الرغبة رح تنغلق هي المنطقة، وبالتالي رح تصير جميع تصرفاته غير مقيمة بشكل صحيح، ولهذا الشيء بتحسوا إنه دائما أي واحد بيحب يكون غبي، ولهذا الشيء بتشوفوا أي واحد بحب تصير تصرفاته كتير غبية. المرحلة الثانية هي مرحلة الانجذاب. هي المرحلة بتصير بعد فترة من تعرف الشخصين على بعض وضلوا مع بعض فترة طويلة من الزمن. بهذا الوقت رح ينفرز هرمون السعادة يلي هو هرمون الدوبامين، أكيد كلكم سمعانين باسمه، بس هلا رح نعرف شو هو هرمون الدوبامين. هرمون الدوبامين هو اللي رح يمنح الإنسان شعور كتير كبير بالفرح، بالسعادة، بالنشاط، بالطاقة، حتى إنه هي الطاقة ممكن توصل لدرجة إنه ما عاد يحب ينام أو ما عاد يحب يأكل. طبعاً هذا الكلام مو موجه لكل الناس اللي بتأكل هي زعلانة، بتأكل هي فرحانة، بتأكل هي نشحانة، بتأكل هي رسبانة. هذا الكلام أكيد موجه لكم. بمرحلة الانجذاب اكتشف العلماء ثلاث مسارات. هي ثلاث مسارات بتعطي تغييرات جذرية بالإنسان يلي بيحب، وسموهن أعراض الحب. هي الأعراض ناتجة عن إفراز ثلاث هرمونات بشكل أساسي بهي المرحلة. أول هرمون منهم هو هرمون الأدرينالين. هرمون الأدرينالين رح يرفع دقات القلب، وهذا هو السبب الحقيقي يلي بيخليك تحس إنه قلبك رح يطلع من محله وقت أنت تشوف البنت اللي بتحبها، بالإضافة للتعرق الغزير وإحمرار الوجه. هرمون الثاني هو هرمون الدوبامين يلي رح ينفرز من خلايا عصبية جوا الدماغ، وهذا الهرمون رح ينشط مستقبلات عديدة مرتبطة بالنشاط والسعادة. والهرمون الثالث هو هرمون السيروتونين اللي رح ينفرز أيضا من خلايا عصبية بالدماغ ليعطي شعور الراحة والسعادة والرغبة الجنسية. وهلأ بننتقل للمرحلة الثالثة يلي اسمها التعلق والارتباط القوي. بهي المرحلة رح ينفرز هرمون الأوكسيتوسين، بصراحة هو هرمون الحب. رح ينفرز من منطقة بالدماغ اسمها تحت المهاد، من ثم للغدة النخامية، ومن ثم إلى مناطق مختلفة بالجسم. وقت الأم تكون حامل وبدها تولد رح ينفرز هذا الهرمون ليسهل عملية الولادة، بالإضافة لدور كتير مهم بأنه يخلي الأم تتقبل ابنها وتحبه. كل المشاكل يلي عم تعملها مع أمك هذا الهرمون هو اللي عم يغفر لك إياها، بالإضافة لأنه هذا الهرمون بينفرز أثناء الممارسات الجنسية. وسمعتوا شي مرة بعبارة إنه الحب بيخفف الألم؟ طبعاً هلأ كتير عالم رح يقولوا الحب بيزيد الألم، نعنا تبادلنا، نعنا تمرمطنا، نعنا. طول بالك في شغلة كتير مهمة لازم تعرفها هلأ، وقت العناق أو تبادل قبل رح تنفرز كمية من الأكسيتوسين، ولكن بالمقابل رح ينفرز معها كمية كبيرة من مثبطات الألم اسمها الإندروفينا. وبالتالي وقت تعانق حدا أو تبادل قبولات معه هي الهرمونات المسكن للألم رح تنفرز بجسمك، وبالتالي رح يخف شعورك بالألم. ولكن العكس بالعكس يعرف، أنت وقت تعانق حدا ما بتحبه مثل مديرك بالشغل، مثل حماتك الحلوة، بهي اللحظة رح ينفرز هرمون الكورتيزول، وبالتالي رح يرتفع عندك شعور القلق والتوتر. والهرمون الثاني اللي رح ينفرز بهي المرحلة هو هرمون الفازوبرستين، هو الهرمون اللي بيزيد التعلق. كلما ارتفع الفازوبرستين ارتفع التعلق بالشريك، وأكثر دعوة رح تطلع بعيد الحب اللهم ارفع مستويات الفازوبرستين. طيب يا ترى في رابط ما بين الحب والرغبة الجنسية؟ هلا الدافع الجنسي بيرتبط بهرمونات كتير مثل الاستروجين، البروجسترون، تستوستيرون، اوكسيتوسين، الفازوبرستين، وللصدفة هاي الهرمونات بتنفرز وقت الوقوع بالحب، وبالتالي وقت اثنين يحبوا بعض بشكل حقيقي رح يكون في بيناتهم رغبة جنسية متبادلة. بالحقيقة بعد سنة لثلاث سنوات من إقامة العلاقة الجنسية رح ترجع هي الهرمونات لوضعها الطبيعي،
وبالتالي رح نلاحظ فتور بالعلاقة ما بين الطرفين، وهذا هو السبب الحقيقي لكل واحد بيسأل يا ترى ليش اثنين بعد فترة من إقامة العلاقة الجنسية مع بعض بيملوا من بعض. وبشكل آخر وبشكل تاني لقينا أنه انخفاض هرمونات الرغبة الجنسية رح يؤدي بشكل أو بآخر إلى انخفاض هرمونات الحب. وهون بدنا نعطي تنويه كتير مهم يا جماعة، نحن ما عم نشجع حدا يفوت بأي علاقة جنسية، بترجاكم نحن عم نحكي وقائع. يا ترى شو ممكن يصير وقت الممارسة الجنسية؟ وقت اثنين عم يمارسوا الجنس مع بعض رح يرتفع عندهم هرمون الأكسيتوسين، وبالتالي رح ترتفع عندهم مشاعر الحب والراحة بعد إقامة هي العلاقة. يا ترى ممكن العلاقة الجنسية تعزز مشاعر الحب بين شخصين؟ بالواقع إيه، خلال الممارسة الجنسية هيرتفع عندنا هرمون الأكسيتوسين يلي رح يقوم برفع مشاعر الحب والراحة بين هدول الشخصين بعد إقامة العلاقة الجنسية. تم دراسة المخ خلال الشعور بالحب خلال إقامة العلاقات الجنسية، لقوا أنه الدماغ رح يتفاعل فيه ثلاث مناطق أساسية اللي هنون الميهاد، الحصين، القشرة الحزامية الأمامية. ولكن يا حذركم، وين كان رد الدماغ أكبر؟ بالحب ولا بالعلاقة الجنسية؟ وبشكل صادم كان تفعيل الدماغ لهدول المناطق خلال فترة الحب أكبر بكتير من تفعيله لهي المناطق خلال إقامة العلاقة الجنسية. وهيك منشوف أنه الدماغ بيحب الحب أكثر من إقامة العلاقات الجنسية. طب يا ترى شو معنى هذا الكلام؟ وقت الناس تحب من قلبها رح يتكون عندها شعور بالراحة والسعادة بشكل أكبر بكتير من الناس يلي كل همها إقامة العلاقات فقط. ويا ترى الحب في فوائد؟ طبعا للحب في فوائد، أهمها كان انخفاض التوتر بالإضافة لانخفاض الألم الجسدي بسبب إفراز الإندروفينات اللي هي مواد مسكنة للألم، بالإضافة لأن الحب يؤدي إلى انخفاض الضغط الشرياني وبالتالي تحسن صحة القلب والأوعية الدموية. كتير ناس قدموا كل شيء عندهم إياه ولكن بالأخير كان الطريق مسدود. يا ترى للحب في أضرار على الجسد وعلى النفس؟ خلونا نعرف هذا الشيء هلأ. رح نتعرف على الجانب المظلم من الحب. يا ترى شو هو السبب اللي بيخليك تفكر بشكل مستمر بالشخص اللي بتحبه؟ بصراحة السبب هو السيروتونين. السيروتونين هو الهرمون اللي بيخليك تضل عم تفكر بهذا الشخص اللي بتحبه كل اليوم. بالحقيقة نسبة السيروتونين عند الأشخاص اللي مرتبطين حديثا مشابهة لنسبة السيروتونين عند الأشخاص اللي بيعانوا من اضطراب الوسواس القهري OCD. بالنسبة للأشخاص اللي ما بيعرفوا شو هذا الوسواس القهري، الوسواس القهري هو عبارة عن اضطراب نفسي بيكون صاحبه شخص موسوس، يعني إذا بده يصف الأقلام بده يصفهم على بعض مسطرة، إذا بيطلع برا البيت بده يرجع على البيت 10 مرات يتأكد إنه الغاز مطفي، إذا طلع من الحمام بده يرجع الحمام 20 مرة يغسل إيديه لأنه بيضل شاكك إنه إيديه مجرسمة. وهذا هو السبب الحقيقي يلي بيخليه كل شوي ماسك موبايلك وعم تستنى رسالة، عم تتصفع السوشيال ميديا وفاتح على حساب اللي بتحبه مشان تشوف أي رد فعل منه. وما بننسى إنه من الشغلات الكتير مهمة لانخفاض نسبة السيروتونين هي الكآبة يلي بترافق مراحل الحب الأولى. الأكسيتوسين هو الهرمون اللي رح يسبب لنا السعادة، وهذا الهرمون رح ينفرز بعد السنة الأولى. طب يا ترى شو رح يصير قبل ما تمضى السنة الأولى؟ بالست شهور الأولى رح يرتفع عنا هرمون الكورتيزول، وإذا ارتفع بشكل مفرط تبعاً لحب مفرط رح نلاحظ عنا ارتفاع بالتوتر، وإذا كان هذا التوتر كتير كبير رح يؤدي لمشاكل كتير منها انخفاض المناعة وبالتالي تأهب زيادة للإصابة بالعدوى، ممكن يصير عنا سكري نمط 2 بالإضافة لارتفاع الضغط، وممكن الكورتيزول المفرط كتير يأثر على الدماغ مما يؤدي إلى نقص بوظيفة الذاكرة. وللأسف عنا أخبار صادمة، لقينا بالحقيقة آليات البيولوجيا العصبية جوا الدماغ وقت الإنسان يحب مشابهة بشكل كتير كبير لآليات البيولوجيا العصبية وقت الإنسان يأدمن على المخدرات. يا سلام، وقت الحب رح يرتفع هرمون الدوبامين يلي رح ينشط مناطق خاصة بالدماغ، اكتشفوا إنها نفس المناطق يلي بتتنشط وقت تأدمن على شيء. ولهذا السبب قال نزار قباني احتضني ولا تناقش جنون ذروة العقل يا حبيبي الجنون. بصراحة كان كتير فهمان نزار قباني، شاعر وعنده بلوغ طبي، بحيث انه عرف انه العاشق مجنون وعنده نفس تصرفات الناس المدمنين، بحيث انه بيعاني من تقلبات مزاج، ساعة بتلاقيه مبسوط، ساعة بتلاقيه حزين، ساعة بتلاقيه قمة بالنشاط، ساعة بتلاقيه قمة بالكآبة ولا إله حيل يعمل أي شيء بحياته، بتلاقيه كل شوي بشخصية مختلفة، ما بيثبت ولا على شخصية، بالإضافة لأنه ما عنده قدرة يتحكم بنفسه بالشكل اللازم. ولهذا السبب ارتقى بعض العلماء إنه يصنفوا الحب بخانة الإدمان، مثل إدمان المخدرات، مثل إدمان الخمر، مثل إدمان على العمل. أم إجا قسم ثاني من العلماء رفض هذا الشيء وقال إنه الحب ما ممكن يتصنف تحت أنواع الإدمان المرضية هي. بعض العلماء كتير شاعريين، وقت الانفصال رح يعاني انفصلوا من اكتئاب. يا ترى ليش؟ هذا الشيء كان بشكل كتير بسيط بسبب انخفاض مستوى الدوبامين. مثل ما قلنا الدوبامين هو له علاقة كتير كبيرة بالتعلق ما بين الشخصين، وبالحقيقة لقوا انه هي المرحلة تشبه تماما مرحلة الاقلاع عن المخدرات. وما تستغربوا انه هذا الالم النفسي عم يتحول لالم جسدي، وعم يعاني الشخص اللي ترك من صعوبة بالتنفس، من الم بالصدر، من وجع بالمعدة، من صداع، من ارق.
ولكن الشيء الكتير غريب اللي صار انه العلماء قالوا باعتبار انه الالم النفسي عم يتحول لالم جسدي، بالتالي الشغلات اللي بتاثر على الالم الجسدي لازم تاثر على الالم النفسي. فعملوا تجربه ونجحت. كانت التجربه انه اعطاء الاسيت امينوفين يلي هو الدواء الكتير مشهور تحت اسم الباراسيتامول، اذا اعطيناها 3 اسابيع حبتين كل يوم 500 ميلي جرام رح يؤدي الى تخفيف الاعراض المرتبطه بالالم العاطفي. بصراحه هي من اغرب الشغلات اللي ممكن يسمعها واحد بحياته. بمناسبه عيد الفالنتاين بدي اهدي رساله حب لكل اثنين بحبوا بعض، ورح اتمنى لهم حياه سعيده دائما. ولكل شخص ما نم امن بالحب او ما فكر ولا مره يرتبط بحدا، رح انصحك انك تكسر هذا الحاجز وتحب، لانه بالنهايه اذا ما ربحت شريك حياه حقيقي فانت ربحت تجربه كتير كبيره. اذا انكسرت فانت رح تطلع اقوى، واذا لقيت هذا الشخص المثالي فانت ربحت ربح كتير كبير. سلام.